هي الزجاري الإدريسي. كنت أنا هاد البقعة قبل ما نشريها في ولاد العياشي، قبل ما نشريها ما خليت أي 2016 أي خدمة فيما يرضي الله خدمتها، أي مهنة فيما يرضي الله خدمتها. حاشاكم حتى الطواليطة تسيقتهم على هاد الفليسات باش جمعتهم قبل ما نولد هاد الوليدات هادو، باش شريت هذيك البقعة، شريت ديك البقيعة 5.5 مليون باش شريتها، 5.5 مليون باش شريتها. جيت ما تزوجت، جيت سكنت فيها، ما لقيت فين نسكن، ما لقيت حتى شي حاجه، مشيت درت عشاء وبيت وسكنت فيها. سكنت فيها مده 3 سنين. هذيك السكنه بعدا اولا ما جيت نسكن فيها بعدا كي انا كنسكن هما كيريبوا ليا، كنسكن كيريبوا ليا كيشتوا لي يجيو يريبوا لي الحوايج، ما كنلقى فين نمشي، كنولي نقعد العشاء، كنولي يجيو يريبوا لي، كنولي نقعد العشاء كيجيو يريبوا لي. المهم المواعن اي حاجه تقدقوهم لي تما كاينات. في الاخير صافي استقرت، خلاوني بقيت جالسه تما كاينات. لحق الاحصاء، جا الاحصاء، كنت خدامه على وليداتي، لحق الاحصاء جا وحصاوني كيف الناس كيحصيوها الدار، حصاوني بحال هكا انا ووليداتي، سميتو البقعه اللي كانت بقعه ديالي انايا، وتحصيت فيها انا ووليداتي. مده دابا ملي جات رياب جاو ريبوا ليا، قالك سيري شوفي راسك شوفي انت في السيستيم. مشيت للسيستيم ما لقيتش راسي في السيستيم، كان عطيه لاكارت ديالي كيقلب هذا يقلب هذا يقلب القايد يقلب هذه فاطم الزهراء يقلب اي حاجه، كيقول لي ما صافي في الاخر قال لي ما طلعش في السيستيم، قال لي ما طلعش في السيستيم صافي ما بغيتش نحيد. كيجيو كيقول لي رقموا لك بداك الرقم ديال ايغ، ما كنبغيش الرقم، كيجيو يبغيو يرقموا لي ما كنبغيش الرقم. بقيت هكاك معاهم في العذاب، ريب كل شيء ريبوا ليه، صدقت انايا بقيت انا بوحدي تما كاينات. جا داك الترياب الاخر جاو كيريبوا لكل شيء، بقيت انا قلت لهم فين هو، من جاو يهدموا لي المحل، قلت لهم فين هو الحل، ديروا معايا شي حل عاد هدموا لي المحل. قالوا لي كاين الحل، حيدي من هنايا، حيدوا لك حيد العشاء وحيدي نريبوا لك الدار ديالك، وديك الساعات كاين الحل، عندهم معاك الحل. ما بغيتش، جروني خرجوني انايا، خرجوا الوليدات، خرجوا لي الحوايج ديالي كلشي، خرجوا لي الزنقه ولا حوت كلشي حطوه في الزنقه. دخلت التراكس ريبت كلشي، دخلت التراكس ريبت كلشي، بقيت بحال هكاك. كيجيو المخازنيه كيشوفوا داكشي، كاين المخزني اللي كيبكي، كاين المخازنيه اللي كيدوروا مع الوليدات مساكن كيبقى فيهم الحال بالبكاء هذا. المهم بقيت تما كانت وقلا شي سيمانه وانا ملوحه في الزنقه تحت واحد التوته، قال لي حيدي القايد رضا، قال لي حيدي من هنايا واجي عندنا كاين الحل. مشيدي من هنايا بقيت هكا كنحارب معاهم كنولي رجع عندهم والو، كل رجع عندهم. جيت واحد النهار درت واحد العشاء دخلت فيها حوايجي، دخلت فيها انا ووليداتي، بقيت تما كنعاني الصهد، داك الصهد ديال من شهر تسعود وانا كنعاني، بالصهد والما قطعوه، الضو قطعوه، الخدمه والو، الفقر. وليت بقيت معذبه انا والوليدات. اش عندك الوليدات؟ عندي وليدات، عندي هذا الوليد هذا وديك البنيه راها الوليد داك. من جيت فكرتيني الله يرحم لك الوالدين، من جيت ديك الساعات ملي كنت ندخل الوليد المدرسه، دخلته بشهاده اداريه، ندخلوا المدرسه داك النهار جاو ريبوا ليا، كنقول لهم ديروا معايا شي حل، ها الوليد خرجوه ليا بلا مدرسه، عنده ديك الساعات عنده 6 سنين وشي حاجه. قالوا لي لا ما كاينش، حيدي من هنا وسيشوف فين تسجلي ولدك. قلت لهم انا ولدي سجلته هنا، قالوا لي لا صافي ريبتي حيدي من هنا. المهم بقيت تما الوليد، جيت ندخل الوليد المدرسه، ما عرفت انا الوليد باقي يلاه ندخلو صغيور ندخلو المدرسه، ما عرفتش يعني بقى مقابله الحوايج ولا عندي الولد المدرسه، خفت على الوليد ضحيت بالولد خليته بلا مدرسه. بقى الوليد معايا مسكين بلا مدرسه، لا روض لا مدرسه، والعالم كيشوف فيه، المجتمع كيشوف فيه، وانا كنعاني وانا كنبكي وانا كيجيو يريبوا ليا المسؤولين ديال السلطه كتجي تريب ليا من السيمانه، اي سيمانه كما كنطلع ديك العشاء وداك الوليد، ذوك الوليدات كنستقر انا وياهم في ديك العشاء، كيجيو كيريبوها. ما كنقول لهم انا شوفوا الوليد ديالها وكيقرا الراس وكيكافح بستيلو ودفتر، كيشوفوا داك الكتاب ديالو كيبقاو يشوفوا. كاين المخازنين اللي كيتعاطوا معايا وكيبرجاو، جابوا كاميو، انا كنختصر لك ديك المعاناه ديالي ما يحس بها الا الله سبحانه. جاو في الاخير جابوا كاميو كيتسمى بالدوريه، ولدي كيعرف كاميو كيتسمى بالدوريه، داك كاميو جاو هزوا لي الحوايج كاملين، ما خلاوليش ولا شي حاجه خلوها ليا تما كاينات، كلشي هزوه كاميو عمرها بحوايجي، داو من الباشاوي ديال البراهمه ساسوهم تما كاينات. جيت انا ديك الساعات هزيت وليداتي، هزيت كاشه، جيت للعماله فرجت ديك الكاشه جلست فيها انا وليداتي،
بقيت جالسه فيها، الولد بلا مدرسه كيشوفوا فيه، البنيته بلا مدرسه عند البنيت سبع شهور دابا، دابا المهم السبع شهور وانا كنعاني بحال هكاك. الوليدات كيبكيو معذبين. هذا الوليد هذا زاد مرض ليا، جاو ملي فرشت ملي تحت العماله خرجوا المسؤولين العاد جاو، جا كل قايد كيجي من جهه هذه كيجي من جهه، حيدي من هنا الشريفه، ما تبقاش جالسه انا نفرجها على سميتو. قلت ما سيدي انايا كلشي تخلى عليا، كلشي تخلى عليا، في الاخر جيتو هزيتو ليا حوايجي كاملين وهزيتهم ديتوهم. هذا هو سميتو البلاد الوحيد اللي انا بان ليا جيت نسكن هنايا. قال لك حيدي حنا غنشوفو معاك. جاو دوني يا سيدي لواحد المركز قعدت فيه سيمانه، داك المركز بلا ما نذكر السميه ديالو، داوني ليه جلست فيه سيمانه انا والوليدات ديالي. الوليد ديالي هذا بقى كيتعلم لي شي حوايج ديال دوك الناس المعاقين، دوك الناس كيبقى كيدير شي حركات، وانا نشد بقى قلت لهم انا ولدي هزيت شانتي، عندي شانتي، عندي الوراقات ديال ولدي ديال وليداتي باش زايدين في الشنطه، هزاهم معايا كندور في ما درت كندور في شانتي. هزيتهم خرج وقفت لهم في الباب، قالت لي فيها غاده الشريفه، قلت لها غنخرج بحالي يعني انا سيمانه، قلت لي حنا غنديروا معاك ايجي وغيديروا معاك الحل، انا سيمانه وانا هنايا ما درتش معايا حتى شي حل، خاصني غنخرج نمشي بحالي ندبر على نشوف شنو داروا معايا. قالت لي صافي هزوني من تماك، ناس جابوني لقدام العماله ولاحوني كما يقولوا هما، هزوني جابوني من داك المركز حطوني. شكون هذا اللي داك المركز وشكون هذا اللي داو من قدام العماله؟ القايد سميتو القايد رضا وسميتو عزيز مول التنبيه البشريه، هما اللي هزوني من قدام العماله، هما اللي غوتوا الطوموبيل هزوني في ديك الطوموبيل انا والوليدات، وداوني صافي بقيت تما كنت وليت خرجت. قلت لهم ما درتش معايا شي حل، خرجت بحالي، هزوني هما نيت موالين داك المركز، جابوني قدام العماله، حتى جلستني قدام العماله تنجمعوا عليا. جاو قال لي شنو قلت لهم ها انا قدامكم كيشوفوني كيبقاو. قلت لهم ديروا معايا شي حل، ها انا دابا جيت شديتوني تما، الولد ديالي راه عايم مرض ليا، وليت شديت مشيت رجعت لولاد عياشي، جيت تحت واحد الكراج بقيت كنعس فيه تحت واحد، عاد كندير الميكا في الليل، في الصباح كنحيدوها، في الليل كنديروها، في الصباح كنحيدوها، في الليل كنديروها، السماء غطانا والارض فراشنا، والوليدات في ديك السمراء وفي ديك الحاله، والعذاب الاليم والشتا والبرق، ولا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم والنعيه ما نعبر. ودابا انا القلب ديالي ما بقاش البكيا كتبهط ليا من عينيا، جيت وليت جيتني العماله شافوا داك الشيء فين كنعس انا والوليدات، وشافوا داك الشيء قالوا لي شي انا عندي معك واحد الحل. قلت لهم ما هو هذا الحل؟ ناضوا كراو لي ربع شهور سالات، هذيك ربع شهور سالات، هذيك ربع شهور سالات، بقيت في الشارع، بقيت كنعاني. دابا انا في الشارع كنعاني، الوليد تاثر ليا مرض ليا، جيتو ليهم قلت لهم ها انتم ها الوليد السبب ديال السلطه ديالكم، كيفاش عانيت ولاد العياشي وكيفاش عذبتوني وباقا دابا كنتعذب. الوليد مرض ليا، مرض ليا ناضو، جيت الوليد دابا عنده سبع سنين ما عمرو شاف المدرسه، سبع سنين دابا عنده عمرو ما شاف المدرسه، جاو قالوا لي صافي الوليد حنا عندك، كتبوا لي ورقه هما من العماله نيت، كتبوا لي ورقه، مشيت لديك الورقه ديتها للسويسي عند واحد السيده بلا ما نذكر السميه ديالها، قالوا لي دي عند السميه كذا 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 بلا ما نذكر السميه ديالها، وصلت عندها وريتها الورقه شافتها تابعه للعماله. المهم دات لي الطفل، دارت لي ليه تحاليل، ولد فيه مرض نفسي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تبعت لي الحاله ديال الولد، قالت لي الولد خصو يتعرض على طبيب نفساني، المهم عرضته على طبيب نفساني. المهم ندوزوا على بقاو عندو حش الوليد، كنبقى كيسخف ليا بهذوك المعاناه ديال الولد العياشي والمشي في الشمس وداك الشيء، الوليد بقى كيسخف، بقى كيسخف وعينيه كيصفارو. من جتو لحتو ليهم قلت لهم ها انتم الولد شنو درتو. المهم قلت لك انا، قالت لي كداو عند ديك السيده، المهم عاشفت الورقه تابعه للعماله، داتو ليا الطبيب. انا كنكعلك لك المعاناه اللي دازت عليا في ولاد عياشي، وحتى الولد ديالي تاثر بهذاك الشيء اللي داز عليا في ولاد عياشي بزاف بزاف بزاف، وكيشوف فيا العالم، المغرب كله كيشوف فيا، كنشوف القياد كيشوف فيا، العامل كيشوف فيا، الله يجازيه بخير، هو العامل راه عطاهم يعطي لكل واحد، لقيته ساكن في ولاد العياشي وساكن تما، كانت في الاخير ساكن تما، عطيوه اي واحد لقيته ساكن عطيوه، وشي ملف لا، وهي ذاك الملف ديالي قال لك اسيدي هنا اللي عطى شي فلوس كيدوز، واللي ما عطاش الفلوس ما كيدوش، وانا قسما بالله العلي العظيم ما عنديش ما نعطي. التحاليل ديال الدم داروا لي، خرجوا لي الدواء، شراوا لي الدواء، جيت بحالي جد داك الدواء، بقيت كنجي تاني للعماله كنقول لهم دابا ها الوليد كيشرب الدواء، فين غيشرب هاد الدواء هذا؟ راه خصني استقرار،
راه خصني استقرار، عطوني استقرار، ديروا لي شي حل، ديروا لي شي حل اللي هاد وليدي تنقد. كل نهار ولا جات حرشوا عليا، انا كنقول بهاد العباره هذه، انا بهاد العباره هذه كنقول حرضوا عليا السيده. انا جالسه عيطت لي، عطاوها الرقم ديال التليفون ديالي، عيطت لي السلام عليكم، قلت لها السلام، قالت لي زكيه، قلت لها شنو استاذه، قالت لي انايا عطوني شي ناس هضر التليفون ديالك عليها باش عيط لك. قلت لها مرحبا غتساعديني، مرحبا بك لك تساعديني، مرحبا. قالت لي ايه، قلت لها باش غتساعديني، قالت لي عجبي لي الوراق ديال الدراري، عطيه انا غنسالك وتي سؤال بجواب. انا بقيت كنبكي داكشي، قالت لي بكا ما يدير والو، قنعتني بزاف، فرحت قلبي تحل ليها بداك القنع اللي قنعتني. قالت لي شوفي زكيه، قلت لها نعم، قالت لي بسؤال بجواب، قلت لها مرحبا، قالت لي الوليد فين والده، قلت لها والده في مول عبد الله، قالت لي شحال عنده، قلت لها دابا راه عاد برعيق في 7 سنين، قالت لي والبنيته شحال عند في والدها، قلت لها والدها في بلقنادل. وانا بالسميش الفرحه اللي هي عند بالي تساعدني بالنيه، قلت لها والدها في بلقنادل، ولا بغيتي نوريك حتى فين راك تعاني، ولد غير في راه جوندارم اللي باش داني ولدت في بلقنادل، ديك حتى عند راه جوندارم هو اللي هزتني وداني لبلقنادل باش ولدت هذيك باش ولدت البنيه. قالت لي لا ثقت بك، عطيني عال كان عندك الورق ديال الدراري، راه انت صافي كافيه. قلت لها عندي الورقه ديال باش خرج من السبيطار مطبوعه بالحمر هاك. قالت لي شوفي عاد، قالت لي ولا كارت ديال راجلك، قلت لها لا كارت ديال راجلي، داو لي العقد وداو لي لا كارت ديال الراجل، داهم لي في داك الخله ديال داك الكاميون اللي جا فولاد عيشي هزوا لي الحوايج، كلشي قالت لهم داو لك الحوايج، من داو لك الحوايج داكشي شراو شي حوايج، شراو شي حاجه. قلت لك راه لي داك 14 شراو لي 4 البونجات و4 الملايات، عجنيهم كلهم يلاه تساوي ملايين من ملاياتي. انا بقى دابا كنعاني، بقيت كنبكي داكشي. قالت لي صافي صافي، انا كاين الحل كاين الحل. قالت لي جيب لي دوك الوريقه ديال الدراري، راجلك ما عندوش لا كارت. قلت لها داوه ليا، قلت لها العقد، قلت لها راه عندي راه سميتو القادم نجي يخرج لينا العقود، العقد راه خرج لنا جوج، عطاني انا واحد وواحد عطاه راجلي ديال الراجل عندي داوه، وديالي انا راه باقي عندي غنجيبو. قالت لي واش جيبيه، وجيبي الحاله المدنيه ديال باه ديال جدود ديال جد راجل ديال جد ولادك. مشيت جيت لها الحاله المدنيه، ديت دوك الوريقات، ديت لها داك فوتوكو سميتو لاكارت ديالي، المهم جمعت الوريقات عطيتهم ليها. جيت عطيتهم لواحد السيد في البيرو ديال العماله، واحد السيد الله عمرها دار، كيقول كلمه حق دابا واقف معايا، كيقول لهم عطيو للسيده الوراق ديالها، عطيو للسيده، ما سقدتوا لها الحاله المدنيه، هما داروا معايا سقدوا لي الحاله المدنيه، انا ما عنديش الحاله المدنيه للدري، عندي مشكل مع الزوجه ثاني، المهم هذاك مشكل بعيد على هذا الشيء. هذا شدوا الوريقات دابا. قالت لي صافي خليهم عندنا هاد الوريقات، حنا نسقدوا لك الحاله المدنيه. جيت بقيت دابا كنجي كنقول لهم، حتى تفاجئت، قالوا لي الا باقا تجي قدام العماله الوليدات ديالك عنديهم ليك، عنتهمك بالتسول وعندي لك الوليدات. هاد الهضره قالها لي السي عبد الكريم الشاف دياجي، وراه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا قلت لهم الا كان تتهمتوني بالتسول وكنت كنتسول، عندكم شي دليل؟ انا اقسم بالله العالي العظيم بربي العزه كعمري نتسول بولادي، وقلت لهم هما بحال هكا. قال لي عندك بتهمه ديال التسول، وعن ديرك عن نرفع بك دعوه عند وكيل الملك، وعن النيابه العامه، وعن قال عليك الوليدات. انا بقيت كنشوف كيفاش ديك السيده عيط ليها، قطعت عليا التليفون اللي خلاص من عند الوراق اللي نصبت عليا، وقطعت عليا الوراق. سميتها ليلى، سميت هاد السيده خدامه في العماله ليلى، عيطت ليها ما بقاش كتجاوبني، نعيط ليها ما بقاش كتجاوبني والو. صافي بقيت كنحس انا بالولاد مشردين حقيقيا. الولاد كانوا دوك الوراقات اللي حاملينهم بانهم ديال السبيطار، كنت الولاد من بغيت ندخلوا للمدرسه ديت ديك الورقه، قال لي ديري شهاده اداريه واريه ندخلوه، راه ما كيكونش عندهم باتهم كاع وكيدخلوا للمدرسه عا بشهاده اداريه، كيسقدوا لهم الوراق. دابا انت كاينه باه معترف به، ديري عا شهاده اداريه واجي ندخلوه لك. دير ديك شهاده اداريه حتى هيايا، ديك الوراقات باش كندير شهاده اداريه، دابا خداوها ليا حتى هي. ودابا هاد من كنجي عندهم عاليهم حاليا، اليوم دخلت عندهم بقيت انا كيخافوا مني. انا دابا عاد جيت للبيرو وقفت بحال هكا، وقفت قال لي شنو بغيتي؟ قلت ليه بغيت انا ندخل عند السي عبد العزيز. بقيت دابا كنفكر كنقول هاد 3 شهور عاد تفوت بسرعه، والولد عيجلس ليا بلا مدرسه، ها شهر داز والوراق باقا نشدنهم ليا. جيت وقفت بحال هكا قال لي شنو بغيتي؟ قلت ليه بغيت انا يا سميتو بغيت عبد العزيز، بغيت عبد العزيز. قال لي بغيتي عبد العزيز؟ قلت هنا اخر دخل عند عبد العزيز. عبد العزيز فين استقبلني؟ استقبلني في الشمس، غير دابا عاد خرج عندي الشمس
استقبلني انا واقفه في الشمس وهو في الطوموبيل. ديما كنجي ما كتبغيش تعطيني الباج كاع. انا ما كيبغيش يعطيني الباج، استقبلني بلا باج بلا والو، قال لي خرج عندك حتى لهنايا، خرج عندي لبرا في وسط داخل العماله في الشمس، هو راكب في الطوموبيل وانا واقفه والشمس كتحرق فيا. قال لي شوفي شنو بغيتي؟ قلت لي ها بغيتها بغيتها. وهذا السيد هذا هو ساعدني في العلاج ديال الطفل ديال الوليد، ساعدني ما نكذبش على سيدي ربي، وهو اللي جاب لي الحولي في العيد، ما نكذبش على سيدي ربي، ولكن مني هذه المساعده كلها علاش كيساعدوني بهالشيء هذا؟ يعطيني على الاستفاده ديالي، علاش كيضرقوا على كيضرقوا الشمس بالغربال؟ هالشي هذا اللي عايكريو كراو ليا هاد ربع شهور، ولا عايعطيني الحولي، ولا عايداو لي هاد الولد هذا داوه ليا، عطيني على الاستفاده ديالي ومشي بحالي، بلا ما يضرقوا الشمس بالغربال، كيضرقوا ديك الاستفاده. انا قلتها لهم، قلت لهم اما بالموت اما بالاستفاده ديالي. جيت قلت لهم جيت انا دابا حاليا، قال لي بغيتي الوراقات ديال الوراقات ديال الوليدات، كيضرقوهم عليا دابا الوليد دابا ما عرفتش انا دابا كيفاش، خايفه دابا العام ها هو غيوصل وانا مشرده، ها هو دابا داز عام ما عرفتش كي عندي. دابا انا حاليا في الزنقه، بغيتهم يعطيني الاستفاده ديالي، من 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 ما نسالهم حتى شي حاجه، يعطيني الاستفاده ديالي وخا مرضوا لي الولد وخرجوا لي على صحتي وخرجوا لي على المستقبل ديال الوليد. كنطلب الله تبارك وتعالى يشافيه ليا، والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.